باصات الخلاص لحلبيي المدينة القديمة، محنة الآلاف من الحلبيين في أحياء قرلق وأغيور وباب الحديد انتهت. 10,000 مما كان يدفع بهم المسلحون أمامهم خلال فرارهم من أحياء شرق حلب انتهزوا فرصة هروب المسلحين للخروج من الملاجئ. في اليوم 11 لهجوم الجيش السوري ساعة الحسم تقترب. لم تتأقلم المجموعات المسلحة مع عنصر المباغتة رغم طول المدة وعدم تبديل الجيش لاستراتيجيته. اختراق الكتلة الأصعب أولا كما في هنانو، كتلة نارية غير مسبوقة، إشعال السماء بالقصف الجوي والأرض بالمدفعية أسقط بقية الأحياء شمالا بعد تطويقها. في الوسط معركة حي الشعار، كتلة نارية من الجو والأرض فيما كان الجيش يلتف على المقاتلين ويطوق بقية الأحياء في إغيور وقرلق وباب الحديد والجديدة وقاضي عسكر، ويجبر المقاتلين على الاستسلام أو الانسحاب جنوبا. المسلحون هزموا لأنهم توقعوا كل السيناريوهات باستثناء سيناريو اجتياح الجيش السوري للأحياء الشرقية، وتوهموا بأنها خط أحمر دولي وأقليمي برعاية تركية وسعودية وأمريكية، ولم يعدوا أي استراتيجية لمواجهة هذا الهجوم رغم مرور 5 أشهر على سقوط الكاستيلو وإغلاق الطوق وفشل كل المحاولات لاختراقه. فمع تقدم وحدات الجيش تبين أن المسلحين لم يعدوا لحرب شوارع، لا مخابئ أسلحة، لا تنسيق بين مجموعاتهم التي كانت تراقب بعضها لانعدام ثقة المقاتلين ببقاء رفاقهم في مواقعهم. القناصون فروا من المباني العالية في الشعار ومن أزقة المدينة القديمة وأنفاقها. الميدان المثالي لحرب الشوارع التي توعدوا بها الجيش سقط بسرعة دون اشتباك حقيقي. وفي الشيخ سعيد لا تبديل في الاستراتيجية السورية، الطائرات نفسها تقصف، التمهيد المدفعي يعمل، التفاوض من أجل انسحاب آمن للمسلحين نحو ريف حلب الغربي يصل متأخرا إلى أنقرة التي وقعت بالأمس في موسكو أكبر الاتفاقيات النفطية والنووية. وحدات الاقتحام تستعد لشق ما تبقى من أحياء في السكري وصلاح الدين وكرم الدعدع، وبدأ العد التنازلي لأكبر هزيمة ستلحق بالمجموعات المسلحة في سوريا. من مدينة حلب، ديما نصيف، الميادين.